وتنضم الينا في الاستوديو المحلله الاولى للاسواق الماليه لدى اكيوتي سيده فرح مراد. اهلا بك يا سيده فرح. شكرا على الاستضافه. بدايه، ما حدث من خسائر لشركات التكنولوجيا الامريكيه وارتباط الامر بالصين، هل يعطينا اشارات لاحتماليه عوده الصدام بين الجانبين من جديد، وما هي انعكاسات ذلك ان حدث؟ هلا هو ما بحياته اختفى، ويمكن من الامور اللي كنا عم نحكي فيها دائما انه التوترات الجيوسياسيه لم تعد هي مثل ما كنا نسميها بلاك سوان او حدث مخيف للاسواق، بل هو الحاله الطبيعيه. هو صرنا عم ناخذه بعين الاعتبار، اللي كان بورتفوليو مانجرز البنوك عم تعتبر هيدا من اساسيات الريسك في تحليلها للاسواق للعام هيدا اللي كان. طبيعه الحال قطاع التكنولوجيا هو الحرب الرئيسيه ما بين الصين وما بين الولايات المتحده. هيدا السؤال، هل السيل اوف، هالتراجعات الكبيره اللي شفناها يوم امس، هل كانت بسبب هالمخاوف؟ هلا خلينا نتذكر نحن حتى الحرب في يعني شرق اوروبا لم تؤدي الى تراجعات او تصحيحات رجعت ادت الى ارتفاعات او دخول افضل للمتداولين والمستثمرين، فلا اظن انه هيدي مشكله مستدامه، خصوصي اليوم كان في عنا ارباح مثلا شركه تايوان للسيمي كوندكترز، وعم نشوف ارتداد 3% وحتى انفيديا وحتى غيرها من شركات السيمي كوندكترز على ارتداد، حتى من الناحيه الفنيه كانوا واصلين لمستوى دعم اساسي، استبعد انه يكون في سيل اوف. وحتى اذا بدنا نتذكر وقتها كان في نوع من التوترات الاعلى في تايوان وخليج تايوان، نعم. بالعكس كانت شركات السيمي كوندكترز عم تستفيد وعم ترتفع. طبعا كنا نحن بحاجه لتراجعات في سوق التكنولوجيا، كنا عم نشوف كبار التكنولوجيا ما عم بيحققوا ارباح كبيره، فاظن جني ارباح هو سيناريو اللي ادى الى هالتراجعات. وطبعا دونالد ترامب عم بيقول لنا نحن تايوان لازم تكون عم تدفع لنا لنحميها، وهالاخبار طبعا رح تعمل فولاتيليتي. نعم. نبقى في إطار الحديث عن الصين وتحديدا ملف انهيار 40 بنك هناك، برأيك هل يعطي ذلك إشارات معينة حول وضع الاقتصاد الصيني؟ ما تبعات كل هذه المؤشرات، خاصة أننا نتحدث عن ثاني أكبر اقتصاد بالعالم؟ طبعا، ولكن كمان صح 40 بنك عم بأفلس، هذه منا جملة يعني قليلة، ولكن لازم نتذكر هذه بنوك كانت هاي ريسك، عالية المخاطر، متعلقة بشكل مباشر في قطاع كمان انهار بشكل كبير وهو قطاع البناء في الصين. عنا بيانات سلبية صح، عنا خصوصي الاستهلاك الداخلي، خصوصي بقطاع كمان الريال استيت، هذه مخاوف حقيقية. الجروث إجا كمان النمو أقل من التوقعات، ولكن لازم نحن نحكي عن شو الهاي ريسك هاي ريورد. اذا كان في مخاطره عاليه يمكن قد يكون كمان ارتفاعات في المستقبل القادمه. صح على الفتره الزمنيه القصيره عندنا مخاوف من الصين، ولكن عم شوف ان الاكسبورت خصوصي للبرودكت الصينيه اللي كمان مع تراجع النمو العالمي قد تكون هي الملجا في ظل التضخم المرتفع يعني الحصول على انتاج ارخص، فالصين رح تكون كمان عندها سوق كبير جدا حتى لو الغرب والولايات المتحده كان ضده. فانا عم شوف الافريج الاسهم الصينيه رخيصه نوعا ما، خصوصي مقارنه في يمكن الاسواق اليابانيه الاوروبيه والامريكيه، مشان هيك على الفتره الطويله من الافضل نضل عم نلقي ناصر عليها ونبتعد عنها كليا. نعم. انتقل للشان الاوروبي وتحديدا فيما يتعلق بترقب قرار المركزي الاوروبي، هناك توقعات بتثبيت الفائده. بالتالي التساؤل المطروح، لماذا التثبيت؟ لماذا لا يتجهون لخفض اسعار الفائده، خاصه ان مؤشرات التضخم متجهه للتراجع؟ صحيح، ويمكن يعني ما عندنا اكثر من 5% تقريبا توقعات بانه يكون في تراجع في هذا الاجتماع. هلا طبعا لانه كمان لازم نتذكر نحن فعلا شفنا تراجع لاسعار الفائده في الشهر الماضي من بنك اوروبا مقارنه مثلا بالفدرالي الذي لا يزال كمان مستمر في المستويات. ومن بعد هذا الحادث صرنا نشوف بيانات اقوى من اوروبا، بيانات اضعف من الولايات المتحده، فاظن كمان من الصعب ان نكون عم نشوف شهريا او شهر ورا شهر تراجع في اسعار الفائده. ارى كمان احتمال انه نرجع نشوف تراجع في شهر سبتمبر، لا اتوقع اي مفاجات من البنك الاوروبي، ولكن قد يكون هناك بعض الاشارات لشو معقول تكون السياسات القادمه. الى الوقت الحالي نرى احتماليه تراجع اخر في شهر سبتمبر. في ملف الذهب الذي يستمر في تسجيل المستويات القياسية، هناك حديث عن مستويات 2500 دولار، لكن على المدى البعيد هل سنرى قمم قياسية كبيرة أيضا؟ تعرف هذا سؤال كنت عم نطرحه امبارح كمان مع عملائنا، انه ايمتى تبيع
اي سلعه بعد عم ترتفع، اي وقت بنقول خلص خليني اطلع من هالارتفاعات، ووصول الذهب الى مستويات تاريخيه برجع بيعزز هالسؤال. 2500 هو مستوى فني مهم نراه هو يمكن هدف المضاربين على الارتفاع على فتره زمنيه متوسطه بسبب العديد من الاشارات الفنيه، ولكن سكاي از ذا ليميت مثل ما بيقولوا. الارتفاعات يمكن عم نحكي عن البنوك الكبرى تتوقع 2600 2700 خلال هذا العام، وكلها منطقيه. العديد من البنوك حول العالم لا تزال تسعى لشراء والحفاظ على الذهب، كمان عم نشوف تراجع اسعار الفائده رح يكون عم يدعم اسعار الذهب، فلازم نراقب البيانات، ولكن 2500 يبدو. اتضحت الرؤيه السيده فرح مراد محلله اولى لاسواق الماليه لدى اي كيو تي. شكرا لك. شكرا.